اذا تلعب الكره بعد ما باعت على الكابتن جابر، لكن هنا تلعب واخيرا الاول فعلا في الاعاده كانت رجول اللاعب موسى عبد العليم على الخط. برافو يا موسى، تلعب الكره. يا سلام عليك يا موسى، ستيلر هنا الدخول موسى، يا سلام عليك يا الله يا هو جميلة اسيست حلو منك يا الحكام. اذا هنا تلعب الكره موسى عبد العليم المحترف الذي لعب مع نادي الفتح، يا سلام يا موسى. 54 52 الفريق الاهلي. موسى عبد العليم والدفاع مراقب من مرشد تصويب الثلاثي. يلعب الى المختار موسى عبد العليم. الله 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 الله. موسى عبد العليم ثلاث ثواني. 70 يا سلام يا موسى عبد العليم. الله يسجل اربعه. ما رجعوا الى نظام الاي ار اس ولا نظام الفار. الله حتى الان حقيقه احد في الفتره الثالثه. احد هذه ايش؟ هذه 28 نقطه حتى الان موسى، يعني موسى بكل امانه فرق فرق كثير مع احد في الفتره الرابعه والثالثه. ثمانية خروجه اعطاهم شعله. دقيقه على نهايه الكوارتر والتقدم بفارق الاربع نقاط. الله يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى. اذا احد يتقدم